يعني حتى طلعنا فاصل لأنه كنا محتاجين نتأكد من هذا الخبر. الحقيقة خبر حزين ومؤسف وصادم لكل العاملين طبعا في الحقل الإعلامي ولكل جمهور ومحبيه الأستاذ القدير وائل إبراشي رحمة الله عليه. توفى منذ قليل طبعا بسبب مضاعفات وتداعيات فيروس كورونا. بننعي طبعا الراحل الكبير وائل الإبراشي ونتمنى لأهله طبعا الصبر والسلوان. خسارة كبيرة جدا جدا للإعلام المصري والعربي، رمز من رموز هذا الإعلام، وكمان مسيرة طويلة ومليئة الحقيقة بالنقاط المضيئة والمحطات المهمة. الأستاذ وائل الإبراشي رحمة الله عليه كان واحد من أهم الصحفيين في مصر والوطن العربي، ترأس عدد كبير من الجرائد والمجلات المصرية، قدم كمان مجموعة كبيرة من البرامج كلها كان ليها أيضا ثقل كبير على الشاشة. وأيضا أنا شرفت بمزاملته في آخر المحطات وفي برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري. خسارة كبيرة جدا 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 لقامة إعلامية كبيرة، والحقيقة مش بس قامة إعلامية كبيرة لكن كان الحقيقة إنسان لمن يعرفه يعني جيدا، كان إنسان على خلق كبير جدا، دايما داعم للشباب. الحقيقة اللي اتعامل معاه كان دايما يلاحظ في الأخلاق الكريمة. بالتأكيد خسارة 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 كبيرة جدا جدا. بننعي للأمة المصرية وفاة الأستاذ والزميل العزيز الأستاذ وائل الإبراشي رحمة الله عليه، ونسأل الله طبعا الأهل الصبر والسلوان. بنعزيك طبعا يا عبد الرحمن فؤاد، فات اعلام كبير جدا. انا حتى قبل الفاصل قلت لك متاكد يا حسام، يعني ايوه طبعا خبر مصدم جدا، ونقدم كل التعازي لاهله وكل التعازي لمحبينه، لان فعلا فقدنا قيمه كبيره. استاذ وائل الابراشي، استاذ وائل الابراشي الحقيقه يعني قدم مجموعه كبيره من البرامج الهامه وبرامج التوك شو، وبالتالي صعب على اي حد يعني يجلس في هذا المجلس انه ما يكونش مصطوم في هذا الخبر، خاصة أنه الحقيقة كان بعد تعرضه طبعا للانتكاسة الصحية الأولى كان بدأ يتحسن، وكان عاد إلى المنزل بعد شهور من طبعا مكوسه في المستشفى، وكنا استبشرنا خير، وكان بيرد على التليفونات وكتير من محبيه، وأنا يمكن كنت بعت له أكتر من مرة، يعني كتير من محبيه كانوا بدأوا يستبشروا بعودته، خاصة أنه طبعا بدأ يتحسن، ولكنه يبدو أنه تعرض لانتكاسة أخرى أدت إلى هذه الوفاة. مرة تانية بنعزي أنفسنا ونعزي طبعا كل جماهير وعشاق الأستاذ القدير وائل إبراشي رحمة الله عليه. أنا آسف طبعا أنه يمكن عودتنا بعد الفاصل.